وبصراحة أنا حابب أعمل شغلي هلأ، بدي تتجمع كل العيلة مع بعضها، وصدقيني الكل رح يكون مبسوط. أنا بوثق فيك يا ابني، وبعرف إنك ناوي تصلح كل شيء. بتقبلي ترجعوا على البيت؟ بيت جيندال، بيت العيلة. أنتي، أنا، تشيني، وكمان عمي ومعنيشة منلم هالعيلة هي. معقول أرجون إجا مشان ياخد تشيني وعمتي على البيت؟ وفوق كل هاد بده ياهم يرجعوا يسكنوا معنيشة؟ معقول هي عم تخطط تأذي تشيني وعمتي؟ أنا لازم أعمل شي حتى أكشفها. واضح إنه نيشة مانا ناوية على خير. شو أنت مجنون؟ معقول بدك تاخد عمتي وتشيني يسكنوا معنيشة؟ أنا ماني مجنون، أنتي مجنونة. فهميني شو صاير معك بهالكم يوم؟ بس بدك تنزعي علي كل شي؟ حرضتي الكل ضدي حتى العمة شاندريش، وهلأ بدك تحرضي عمتي شاردة وتشيني؟ انت عندك مشكلة معي صح؟ حليها معي وتركيهم بحالهم. اطلعي من هون. يلا اطلعي. بعيد أرجون. أنا بدي أقول شغلي، الكل عم يوقف معك بدل ما يوقفوا معي أنا، شو عاملتي لهم؟ بس ما بسمح لك تقول عنا شي. صار واضح وكلنا عم نشوف إنه نيشا عم تعبي براسك، بس كلنا منعرف الحقيقة، وإذا بدك الحق تفضل روح واجه المجرمة نيشا. ايه نيشا نيشا نيشا، اتركوها بحالها. اللي عم يألف قصص هي هي المرة. أنا كل شي عم جرب ساوي إني صلح، وهي بس بدها تخرب. لا جيا، مو هيك. نيشا عم تضحك عليك، بترجاك ما تخليها تفرقنا عن بعض. جيا من لما اجت عم تحاول تصلح كل شي، هي عم تصلح اللي خرب. لا كيف هيك قدرت تضحك عليكم؟ هي جيا مرة مانا منيحة، ليك لعبت بعقل عمي وهلأ عم تلعب بعقلكم. مستحيل خليكي. لا ركني. عم بتحمل هداك الزلمة بالزور، وهلأ رح أضطر أتحمل العمة شاردة. مو معقول ما ضل عندي خصوصية بهالبيت. أرجون عم يصير يخطط بهالأيام. أنا اللي جبته لهون وبلش يتناقش معي وصار بده العالم يجوا لعنا على البيت. أنا كيف رح أقدر سيطر على كل شي وأرجون تحت مرحلة العلاج؟ هو ليش كان مستعجل كل هالقد لحتى يجيبون لعنا على البيت؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.